لي جواب ما تربع استفودها زيتو وبركيبة جاي هو البيع يلابها مدة في اليوم تعجيش ومعابطين منه ما كان العلوة دي كان القصبة وانا قلت له سيد الرئيس سيد الرئيس هو قالوا سيبه 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 الحق علاش قلت لك انا برقيبة التو نحب وراه راجل برقيبة قال لهم سيبه شيت قلت له سيد الرئيس الجواب باش يقطعوه لي من هنا وانا لميته كاكو كابس على يدي مديته له هو في دار الحقنا في دار البد شد وقال لي شبيك قلت له سيدي باش يكرزوني من داري وقلوني مرت مزه قال لي لا مش مزه حط وكا وقال لهم دخلوها للدريب دخلوها للدريب حتى نعيط لها هبط ضابط من فوق كم علق قلويت وعملك الوحدة ذيك على راس بط ما دامش رايتي ما دامش تعرف ذيب وسيبته في الغنم الناس كله بدتك عيونه ويني ما دامش تغير لازروني ما دام لازر قلت له أنا كأنا سيد قال لي هيجي سيد الرئيس حط عليك هزها للبيرو متاعه بعد جاء سيد رئيس قاملها من البيرو وجاء سلم عليها قالها يا تاوس انت مناضله ولازهر كان خويا عمل حاجه جاز عليها كان خويا ولا ولدي جو مغابيل بو خاطر هو اكبر منه شوي بابا يسميه بابا يسمي بورقيبه بابا قالها هذاك الازهر عمل عليه اما تعمل حاجه وتجاز عليها اما انت مناضله قالت له سيد الرئيس يقولوا لي مرت مجرم قالها اللي يقول لك مرت مجرم الدولة تعاقبه أنت بنت الحزب وأنت مناضلة واللي يعمل لك قشة الحزب يعمل له أكثر برا روح لدارك وما تخافش والملاشي الكل تتنحى وتقعد في دارك معزة مكرمة دار تكريها ودار تسكن فيها قطر زوز فيلات واتاها وقتها عيد واحنا صغار اتاها اون انفلوب فيها فلوس وقالها هذا عيد البنات برقيبة يحب لازر ياسر ولازر يحب برقيبة ياسر لازر لما هبط من الجبل وقت اللي هبط كملوا الحرب وهبط من الجبل يقول له ولدي برقيبة يقول لازر ولدي آن کس که از او چرخ و هوا رقص کند